بنتي استحالة تلبس الحجاب، دي بنتي وعارفة دماغها كويس. اللي حصل بالظبط ان كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن سبب اعتراضها على ارتداء بنتها للحجاب، وقالت انا عارفة بنتي كويس وبنتي لبست الحجاب علشان شايفان شكله حلو، لكن تفكير بنتي انا عارفة ان عمره ما هيخليها تلبس الحجاب، علشان كده انا معترض ان هي تلبس الحجاب وهي مش مقتنعة بيه. وقالت الكلام ده الفنانة مروة عبد المنعم خلال لقاء تلفزيوني في برنامج البي ونهانم على قناة القاهرة والناس. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.